تحت رعايه معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفه رئيس المجلس الاعلى للصحه انطلقت اعمال المؤتمر السنوي الثاني للامراض المعدية وذلك بتنظيم من وزاره الصحه ممثله بوحده الامراض المعدية بمجمع السلمانيه الطبي ويشارك في المؤتمر اكثر من 500 مشارك من داخل البحرين وخارجها. للوقوف في وجه كل ما قد يعكر رسم ملامح مستقبل افضل تملؤه الصحه والسلامه والطمانينه في مجتمع يخلو من الامراض، وابتداء من مكافحه العدوى ومعالجه الامراض المعدية، ياتي المؤتمر السنوي الثاني للامراض المعدية تحت شعار مواجهه التحديات، حيث يتخذ من التحديات الجدية والخطيرة التي تواجه الخطط الصحية والعملية العلاجية في مجال الأمراض المعدية شعارا له الاهميه من هذا المؤتمر ان احنا نقلق شبكه تعاونيه ما بين جميع الاخصائيين، كون اعداد الامراض اخصائيين الامراض المعديه في العالم يكون محدود جدا، فنبي نتبادل الخبرات ما بينهم عشان نبني قاعده قويه تكون ان شاء الله في مملكه البحرين اللي هي تكون تواجه اي تحديات لا الله قد تصاحبها في الاعوام الجايه ان شاء الله. ظهور سلالات غير معروفة من الفيروسات والميكروبات المسببة للأمراض تحدث بشكل مفاجئ وتنتقل عابرة للحدود بين الدول فإنها تشكل تحديًا كبيرًا لمجمل المنظومة الصحية في كل بلدان العالم وبدون استثناء حيث تم تسجيل وبائيات طارئة مثل إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير وإيبولا وأخيرًا فيروس كورونا الذي يش... تشكل خير دليل على التحدي الذي تمثله مثل هذه الميكروبات هذا المؤتمر تتركز على انه راح يتعامل مع جميع ويعرض اخر المستجدات في مجال الامراض المعديه في اهم الامراض اللي ممكن تقابل العاملين الصحيين سواء كان هذا العامل في المستشفيات ولا كان في العيادات الخارجيه او في الرعايه الصحيه سواء كان طبيب او او ممرض او حتى صيدلاني راح يتعامل معهم او راح يشوف حالات من هذا القبيل. برنامج علمي حافل على مدى يومين يغطي كافه القطاعات اللي مهمه في الامراض المعديه. محاضرتي راح تكون عن مرض الايدز، المستجدات واخر المستجدات والبحوث العلميه. سنه 2016 كانت سنه حاسمه في لمرضى الايدز، كان في تغييرات كثيره في طريقه العلاج، نوعيه العلاج، ايضا في الخارطه العالميه لهذا المرض. ونظرا لهذه الميكروبات والفيروسات التي تطال جميع دول العالم فالضروره حتميه نحو محاربه الامراض المعدية، ما يحتم على اهميه ان تكون الانظمه الصحيه جاهزه ومستعده للتصدي لمثل هذه التحديات ومواجهتها بافضل الاساليب واكثرها جدوى. من المؤتمر السنوي الثاني للأمراض المعدية يبحث آخر التطورات لوضع الخطط الاستراتيجية والفعالة لمكافحة العدوى وعلاج الأمراض المعدية إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين